هل إسرائيل هي الأقوى في الشرق الأوسط فعلا؟ يواجه الالتزام طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمعنى بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بعض التحديات التي يثيرها سباق التسلح في الشرق الأوسط، خاصة مع الحجم الهائل للصفقات الدفاعية التي عقدتها بلدان المنطقة في بداية القرن الحادي والعشرين وقدرت بمليارات الدولارات، والتي نتجت عن الصراع المحموم للهيمنة على الشرق الأوسط بين المحورين الشيعي بقيادة إيران والدول العربية السنية بحسب مجلة الديفنس نيوز المعنية بالأخبار السياسية وتكنولوجيا الدفاع. أشارت ديفنس نيوز في ديسمبر من سنة 2020 إلى أن التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي يواجه بعض التهديدات في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل تحديا للولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، والتي تنص على تقديم الدعم لإسرائيل والمساعدات المالية العسكرية والتطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخية، هذا إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنبيهات الصواريخ، وهو ما يشمل تمركزا مسبقا للمعدات العسكرية الأمريكية على الأراضي الإسرائيلية. على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المورد الرئيسي لأنظمة الأسلحة في المنطقة، إلا أن بعض الصناعات الدفاعية الروسية والصينية والأوروبية أصبحت موردا بارزا لدول الشرق الأوسط، وهو ما يمثل عاملا ثالثا في التحديات التي يواجهها التفوق العسكري الإسرائيلي بالشرق الأوسط. في أكتوبر 2020 تعهدت واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وذلك بعدما انتشرت أخبار عن إمكانية حصول الإمارات على مقاتلات أمريكية متطورة من طراز F-35، مما أثار مخاوف الجانب الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أعقب اتفاقية التطبيع بين البلدين. كان التزام الولايات المتحدة نحو إسرائيل بالحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي متبوعا بقانون ينص على أن تراعي الإدارة الأمريكية عند بيعها أي سلاح لأي دولة أخرى حفظ استراتيجية الأمن الإسرائيلي وقدرتها على الدفاع عن نفسها، وهو الأمر الذي جعل خبرا مثل حصول الإمارات على المقاتلات الأمريكية على الرغم من اتفاقية التطبيع مثير لمخاوف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعرب عن تخوفه من أن يقوض ذلك تفوق إسرائيل العسكري بالمنطقة. رغم ذلك تحصل دول الشرق الأوسط على ما يلزمها من الأسلحة التي ترفض الولايات المتحدة بيعها بسبب تخوفات إسرائيلية من أنظمة دفاعية منافسة مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والدبابات المقاتلة والمدرعات وغير ذلك من الأسلحة الثقيلة، وهو ما يعني أن دول الخليج النفطية بإمكانها الحصول على ما تريد من أسلحة بعيدا عن متناول التحكم الأمريكي الإسرائيلي إلى حد ما. على الرغم من ذلك يشير التقييم السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لسنة 2018 والذي يقيس التوازن العسكري ل 171 دولة عن طريق تقييم القدرات العسكرية واقتصاديات الدفاع إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي هم الأفضل تجهيزا وتدريبا من أي جيش آخر في المنطقة، إلا أن التقييم ذاته وضع الجيش الإسرائيلي في المركز الثالث بعد مصر في المركز الثاني وتركيا التي احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط، لكن هذا حين أضيفت عوامل أخرى كتعداد الجيش وتعداد الأسلحة في الترسانة العسكرية للدولة، وهي في النهاية مؤشرات ليست متساوية، فمن الممكن أن يمتلك جيش أسلحة أقل لكنها أكثر فتكا بكثير. على الرغم من أن تركيا احتلت المرتبة الأولى في هذا المؤشر، إلا أنه بالنظر لمسألة صناعة الدفاع منفردة، فإن صناعة الدفاع التركية المتنامية تواجه في الفترة الأخيرة بعض المشكلات غير الواعدة التي تعمل على إبطاء النمو على المدى البعيد الناتج عن تشبع الأسواق المحلية وغياب سبل لمعالجة المشكلات التقنية والبنيوية وفرض الحظر على قطاعات أولية متعلقة بصناعة الدفاع التركية من قبل دول أوروبية، بعدما اجتاحت تركيا بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، وذلك بحسب مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهو ما نتج عنه خسائر في الإنتاج بلغت مليار دولار نتيجة للحصار.
كانت الصناعة التركية قد شهدت ازدهارا خلال العقد المنصرم، وتبوأت 7 شركات تركية قائمة الشركات الدفاعية الرائدة في العالم. أما بالنسبة إلى مصر فقد أعلنت خطة تصنيع أسلحة لسنة 2020 مدتها 3 سنوات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي واقتحام مجال التصدير، وذلك باستثمارات قدرها 479 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ أقل من أن ينافس حجم الصناعة الإسرائيلية، وذلك على الرغم من سيطرة الشركات العسكرية في مصر على الاقتصاد المدني وإحكام قبضتها على الدولة.